أكيد. وبعدنا بعالم الأزياء يا رويدة. نعم، والفاشن، ولكن فقرتنا هسه صح تخص الأزياء، لكن وراها قصة نجاح جسدتها إنسانة عراقية عظيمة جدا، تعبت واجتهدت على نفسها حتى تحقق حلمها. أكيد، ضيفتنا اليوم أم تخلت عن حلمها من أجل أولادها، وبعد ما كملت دورها وربتهم كبرتهم وعلمتهم، التفتت لنفسها وما قبلت أنه تبقى واقفة بنفس مكانها. ما راح نحكي أكثر، لكن خلي هي تحكي لنا عن قصتها وعن كفاحها وعن اجتهادها. اليوم نحب نقولها يسعد صباحك ونورتينا. صباح الخير حبيبتي. نورتينا نور. النور نورك، تسلمين. شكرا لوجودك ويانا، وشكرا لهاي القصة اللي احنا جدا حابين نعرفها من عندك، وجدا حابين نسمع هذا النجاح وهذا الاجتهاد اللي انت وصلتي له لهذا اليوم. احب اسمع القصة من يمك، لانه انت اكيد راح تنطين الاحساس كله لما عانيتي ولما وصلتي له. حبيبتي اني نور مره وام، بس عندي ايمان قديم يعني انه اللي يصير على الدرب يوصل، ومو مهم الترتيب اول والاخر، المهم فالاهم وهكذا. فبديت كملت تربية جهالي أول مرة، لأن أنا تزوجت بعمر مبكر، فخاطر يعني وفرت لهم كل الوقت اللازم. فلما وصلوا المرحلة أنه كل واحد قدر يعتمد على نفسه، رجعت التفتت الروحي، رجعت دراستي، ورجعت لشغفي اللي هو أصلاً بادي وياي من عمري 17 سنة، اللي هو التصميم. أحب كل شيء يتعلق باللبس والموديل والفاشن، يعني كل شيء يتعلق بالمرأة ولبسها أنا أحبه. فبديت أول مرة درست تصميم بمعهد انترناشنال، والهواية مالتي ما كنت استقالتها خلينا نقول، وخاطر أعرف شان أبدي بالمشروع مالتي حتى تبدين صح وتسميتي. وبديت صح، يعني تبعت خطوات. نعم طبعا احييك على هذا الانجاز. تعرفين من الصعوبه المراه بعد ما تتزوج ويكون عندها اطفال بموضوع انه ترجع للدراسه او تبدي تاسس موهبه او مشروع، يعني فشي بالفعل يراد له اراده واصرار قوي، لانه تقول ليش خلص بعد اني تزوجت وبيت وجهال، ليش لا ارجع للدراسه من جديد. فبالفعل اني احيي كل بنيه وكل امراه ترجع لدراستها من بعد ما تنجز، وانت بعد كبرتيهم مو انا قدمت واخرت خلينا نقول. كملت تربيه جهالي ووصلتهم، وبعدين رجعت للدراسه، مو بس تصميم لا دراستي الحقيقيه. يعني ما هو هذا اللي دا اقول عليه، انه رجعتي درستي يعني جامعه، كملتي دراسه علاقات دوليه ودبلوماسيه. حلو، هاي ما يخص الشهاده، وما يخص الفاشن لا هم درست اكاديميه مس مودة. والله برافو، زين خاطر دا اختص بالمجال اللي احبه. هسه اي وحده مثلا عندها موهبه بالتصميم، كونك انت دخلتي بهذا المجال وصار عندك فكره، شنو هي الخطوات الصحيحه اللي لازم تسويها بالبدايه حتى تطور موهبتها وتقدر انه تفوت وتشتغل بهذا المجال؟ هو الخطوات اللي بديت خلينا نقول اني بيها يعني دا احكيها، هي اول شيء هي فكره. الموهبه موجوده فبأي مجال، الفكرة من تحطيها تبدين شوي شوي تطبقيها على أرض الواقع. إذا بالنسبة للتصميم تبدين الاسم، طبعا كلش الاسم يعني مهم أول ما تحطين اختيار الاسم للبراند بالتصميم، يعني اسم البراند. وبعدين تبدين تسوين سكتشات مال التصاميم البراند، تبدين تنفذيها على أرض الواقع، وبعدين تختارين القماش، وبعدين هي تمشي خطوه ورا خطوه. يعني اي حلو، احنا حابين نشوف جزء من التصاميم اللي انت حضرتيها لنا داخل الاستوديو، وحابين نعرف التصميم ايش قد يعني، لانه كل تصميم انت اكيد بقصه وبي يعني فد احساس انت منطيته، فحابه تشرحي لي عن هذا التصميم اللي ويانا بالاستوديو. هذا كونستراكت اللي هو التباين بين الهدوء وبين الصخب. نعم أنا كلش أحب أسوي كومبينيشن بالأقمشة، وأهتم بال يعني طريقة دمج القماشات اللي هي مختلفة
الطريقه حلوه بصراحه. قليل جدا احنا نشوف هذا الدمج ما بين الجليتر او اللماعي مع اللون الهادئ جدا. هي متقش صار كومبينيشن كلش حلو. حلو. انت شنو احساسك؟ اريد اعرف من تشوفين التصميم مالتك. والله حقيقه انا جدا فرحانه. ان شاء الله دائما فرحانه. اي اللي شايفه لما اكو حلم انت سنين تشوفيه وبعدين تجين تصير قدامك تتجسد على ارض الواقع، يعني هاي بحد ذاتها. من كم سنه بلشتي انت تهتمين او التفتي لنفسك بعالم التصميم؟ لا بقى انا بديتها بال 17 سنه. شو وقت التفتت؟ قبل 4 سنوات. شلون انطلقت؟ دكتوره رياحين كانت صاحبه فضل علي، يعني دخلت دوراتها فعرفت اتس نيفر تو ليت، هذا اولا. وانا تحت سماء الله القادر اكيد مستضيفيها انتم تعرفون. اي فهي ما كل اللي خلتني انطلق. تتكلمين عن فعلا اخصائيه بعلم الطاقه حضرتك صح؟ اني مو اخصائيه، لا عن دكتوره رياحين. دكتوره رياحين اي اخصائيه بعلم الطاقه. اي نعم. فهي من عندها ماكو كانت الانطلاقه. يعني قصدك لقيت شغفك لقيت شغفك فزتك انه تبدين تنفذين حلمك. بس سولفتي خلف الكواليس عن قصه هيك حلوه انه صممتي فستان خاص لك بمناسبه زواج بنتك وصارت احداث هيك شيء انه استعجلتي ولازم تسوين فستان. هي ورا ما كملت الدوره مالتي ويا دكتور رياحين قلت لك البدايه شلون انه صادفت انه بنتي انخطبت. اي ف هي اسمها دانيا، فدانيا قالت اريد انت تفصلي لي، يعني انا ما افوت الحفله مال مهري الا بفستان من تصميمك. هاي كانت البدايه. هاي طبعا البدايه، هاي العوده، عوده حميده خلينا نقول. اي فوالله رحت اشتريت قماش، اول مره اشتريت قماش وبعدين طلعت التصميم وبعدين بديت الكميه الدعم اللي لقيته بالمهر مال بنتي، يعني بالحفله من صديقاتي ومن اهلي ومن هي بنتي نفسها، وكميه الاعجاب على الفستان قاعده صدق انت يعني عندك هيك موهبه واحنا ما ندري بيها، هاي كلش اعطتني ماكو بعد دافع انه حلو. سيري ايش قد فخوره بنتك بيك واولادك، ايش قد فخورين بيك اليوم حبيبتي. كلش الحمد لله والشكر. طبعا بحيث بنتي بنص المهر مالتها قامت على الميكروفون، هي كانت قايله لاحد انه امي دا تسوي البدله، قامت يعني بنص المهر شكرتني وقالت هذا الفستان تصميم امي. حلو. هسه بدنا نشوف التصميم الثاني طبعا. كلش احب اللون الاخضر اني هذا التركواز. التركواز كلش احب هاي الدرجه. انت كل تصاميمك اكو دمج بين انواع الاقمشه والالوان؟ اي دائما، اصلا اني يعني معروفه انه انا كلش احب الالوان. احنا شفنا بالتصميم الاول والتصميم الثاني وحتى بملابسك باختيارك الالوان، يعني كلها الوان فرايحيه. حلو التصاميم هيك مريحه، يعني انه نقدر نلبسها بالحياه اليوميه كاجوال وشيك يعني بنفس الوقت. صح كلش حلو عشت ايدك. ينطي هذا النوع العربي شويه، رغم انه الالوان مو الالوان العربيه اللي هي الغوامق اللي متعودين عليها، بس التصميم عربي وهاي الزخرفه اللي بيه. شلون تبدين تصممين؟ يعني هذا الفستان شلون اجتي الفكره على بالك؟ هل هو مثلا على الاغلب مثلا طلبات من الزباين او انت من وحي خيالك؟ يعني تعتبرين انت ده ترسمين لوحة فنية وبعدين تسويها؟ والله بصراحة هو يرسم الموديل ببالي أول مرة بخيالي. خيالك ترسم بعدين أجي أطبقه، يعني شوية أنا قلت لك عندي سالفة التقديم والتأخير. بعدين أخيطه أقصه. زين. أنا أسوي ضروري النموذج. مصممة تكون تعرف ترسم؟ رسم ضروري بس خياط مو ضروري. يعني هاي رأيي بعد ما أعرف. ضروري ترسم. يجوز إي. يجوز تفهمها للخياط يعني المنفذ. اي تفهمها الموديل تشرح لها اياه. حتى لو برسمه بسيطه. حتى ولو برسمه بسيطه. اني لا اني اخيط النموذج. انت تخيطين بيدك؟ اني اخيط بيدي وبعدين ارسمه.
وبعدين ترسمي. يعني من كنت اني فقره التقديم والتاخير عندي بكل شيء، فحتى بهاي. فاني اول مره يعني يجي موديل ببالي، بعدين اراهم للقماش، بعدين اقص ورا ما اقيطه ارسمه لما اشوفه يتجسد واقع، بعدين انفذه على ورق. حلو مخطط له حلو جديد من نوعه. اي ما ادري هو. احنا يا نور نحب نعرف الخطوه الجايه شنو. حبيبتي الجايه نحكيها مثل ما حكينا خلف يعني أنا أحب المرأة العراقية إنه دائما يعني تبين فد شيء غير شكل وتعكس صورة، يعني صورة عنا إحنا العراقيين. ترى العالم ما يعرفنا. صح. كلش زين. فناوية الخطوة الجاية إنه أتخصص بكل شيء، فساتين سهرة، الكاجوال ولبس البيت هم يعني لبس البيت قليل جدا أحبه، لانه عندي المراه تبدي اناقتها من البيت. صح. وبعدين تطلع لي برا. انت تفكيرك صح كلش. صح 100%. يعني عرفت ان هي يعني ماخذه هاي الدروس او ماخذه هاي الدورات اللي هي تخص تنميه ذاتيه وطاقه كونيه. واضح جدا من طريقه. حلو. وصفها لكل قطعه هي تقدمها، فحابين نعرف. شوف القطعه هذه اللي اللون الاخضر اللي هو النيون فسفوري نسميه احنا. اي فسفوري. اي قبل هسه النيون هذا استوحيته من دور الازياء العالميه، لانه هسه كلش يعني لون الموسم. نعرف هذا اللون لون الموسم عافيه. واني اصلا من مراهقتي يعني كلش احب الالوان النيون، اذا يعني اذا على عمري اني اتذكر بصف ثاني متوسط همين ظهر النيون لل اظافيرك هم النيون. طيب مره سمعت الدكتوره هي كانت مصريه بما انه دارسه يعني علم طاقه تقول انه الالوان الفسفوريه النيون كلش تاثر على النفسيه بدرجه انه تخلي عندك طاقه كلش زايده، انه تحسين بالتوتر مثلا مرات. فقالت حتى ما تلبسون اطفالكم الوان فسفوريه، ما تشوفون طفل كلش اكتف وحرك و مدى يقعد او ما مرتاح، فهو معناته اكلون او حتى المراه اذا تحط. فهل صحيح هذه المعلومه؟ والله باعي هي هو يمكن الجزء حكتها انا ما اعرف يا دكتوره اللي قالت. بس اتوقع انه هو عادي اكو الوان تستفز. صح. شخصيات معينه بس مو الكل. الانسان السوي ونفسيته صح مستقره. مستقره ليش يستفزني؟ لون جميل. بالعكس. انا اشوفه لون ايجابي جدا بصراحه. ايجابي. انا عندي الالوان تبعث على الطاقه الايجابيه. صحيح. بالاضافه الى انه انا البراند مالتي كله ايجابي. كل الوان فرايحيه انت مختارتها. مو بس الالوان، لا الاسم. كاسم هو نورا 369. هو نورا ديزاين 369. فيعني ما اختارتها هيك شيء. وإنما أنا قلت لك أحب كل شيء يتعلق بالطاقة. فعندنا الأورا معناتها الهالة اللي تحيط بالإنسان. نعم. فلما أدور على الاسم لقيت أنه أكو أورا بالفاشن وأكو نورا بالفاشن. اللي هو اسمي اللي هو N أو U R. نعم. فظليت صافنا زين هذا موجود وهذا موجود وأنا ما أريد أطلع من عندهم. فمجرد سويت التحوير هم سويتي دمج مثل دمج الالوان كومبينيشن. نعم. ايضا حطيت حرفي. نعم. الاول اللي هو ان ويا الاورا صار. حلو. نورا اسمه مميز. طبعا احنا نتمنى لك كل التوفيق بحياتك، وان شاء الله نشوف لك عروض بكل انحاء العالم مميزه وتحملين اسم العراق واسم المراه العراقيه بكل فخر وجوده عاليه بالتاكيد. ان شاء الله. شكرا للتواجد معنا حبيبي.